أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين
سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل